السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل حاجة تبقى كويسة. النهاردة بإذن الله، هنعمل ايه؟ هنشرح آخر محاضرة في الأنالوج بإذن الله. آخر محاضرة في الأنالوج ديت هتبقى عبارة عن ايه بقى؟ هتبقى عبارة عن، بص كده ركز معايا يا صديقي، احنا أخدنا ايه وفاضل لنا ايه؟ احنا درسنا كده مع بعض، ثانية بس عشان كان في ناس اشتكت من الدارك سيم، اديني ثواني. طيب احنا عملنا ايه وفضل لنا ايه؟ عشان بس هو كان في ناس بتشتكي من موضوع الدارك دوت، بيقولوا ان الالوان ما بتبقاش باينه. ما علينا، احنا شرحنا ايه وفضل لنا ايه؟ احنا بدانا كده صلاه على سيدنا محمد، احنا كنا بنشرح اصلا انالوج. الانالوج دوت احنا قسمناه لايه؟ قسمناه للاي ام، اللي هو الامبليتيود ميديوليشن، والانالوج انالوج ايه؟ انجل ميديوليشن، تمام كده. الانجل ميديوليشن دي قسمناها لحاجتين، ايه وايه؟ قسمناها للبي ام اللي هي الفيز ميديوليشن، والاف ام اللي هي الفريكوانسي، اللي هي الفريكوانسي ميديوليشن. حلو كده. طب ماشي، احنا ركزنا على مين؟ احنا قلنا ان الراجل دوت اللي هو البي ام دوت احنا مش هنركز عليه قوي، تمام؟ حتى احنا ايه شرحنا فيه حاجات كده، لكن كان يعني اللي احنا مركزين عليه اكتر هو مين؟ هو الاف ام، تمام كده. قال لك تمام وبس كده، كده انت خلصت منهج الانالوج وهتخش بعد كده معايا ايه في الديجيتال. ديجيتال، طب ماشي. قبل ما نخش في الديجيتال ديت هنديك شويه كلام نظري كده اللي هو بتاع النهارده، وهو حقيقي يعني هو سهل جدا. الكلام ده هيبقى عباره عن ايه؟ الكلام ده يا صديقي هيكون عباره عن ان انا هقول لك يعني الاي ام دوت بنستخدمه في ايه، والاي اف ام دوت عباره عن ايه، واحنا كنا عمالين بنشرح على الحاله الايديال، عاوزين نتكلم شويه عن الحاله الريل، ويعني كلام بصراحه كله هيبقى فاهم في اللذيذ كده، يعني يمكن مش صعب قوي. ونبقى كده خلصنا شرح الانالوج. طيب كشيتات، احنا حلينا شيت رقم واحد، اللي هو كان بيناقش موضوع الاي ام، وشيت رقم اتنين اللي هو كان بيناقش برضو ايه، شيت رقم اتنين ده كان برضو بيناقش الاي ام بس على مين؟ على الماتلاب. وشيت رقم تلاتة اللي هو بيناقش ايه؟ اللي هو بيناقش موضوع الاف ام كمسائل وكده. وبعد كده هنتكلم عن شيت رقم اربعة، دوت بيناقش ايه؟ بيناقش، اللهم صل على سيدنا محمد، كان بيناقش الراجل ده، كان بيناقش كان بيناقش اللي انا هشرحه لك دلوقتي. شيت رقم اربعة ده هيناقش اللي انا قاعد هقعد اشرحه لك دلوقتي، تمام؟ اللي هو يعني الاي ام والاف ام مع بعض. طب هو يعني ايه هنشرح دلوقتي الاي ام والاف ام مع بعض؟ يعني هديك ابلكيشن عنه، ابلكيشن عن الاي ام والاف ام، تمام؟ شيت رقم اربعة بيناقش بقى المحاضرة ديت اللي هي الاي ام، الابلكيشن بتاعت الاي ام والاف ام، حتى المحاضرة ديت تبقى بعنوان الابلكيشن اوف الابلكيشن بتاعت الميديوليشن يعني عموما، تمام كده. هتكون شيت اربعة ده عبارة عن ايه؟ عبارة تقريبا عن ثلاث مسائل وكلهم على الماتلاب، تمام؟ وبس كده، يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا ايه؟ خلصنا كل الانالوج، يبقى احنا كده الانالوج كله خلص. يبقى انت مفضل لك معايا في الانالوج ايه؟ حلقتين، الحلقة ديت والحلقة التانية بتاعت شيت رقم اربعة، نبقى احنا كده قفلنا الانالوج كله، تمام كده. طيب تمام، نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ في برضه نقطة كمان، إن إحنا دلوقتي هنذاكر المحاضرة دي منين؟ مفيش أحسن من السلايد، يعني حقيقي، يعني حتى أنا يعني السلايد كانت كافية جدا بصراحة، أو السلايد مكتوب بطريقة كويسة، فيعني حتى أنا هشرح لك عليها أغلب الشرح يعني، تمام؟ فذاكر منها يعني، أو ممكن تطبعها لو أنت من الناس اللي بتحب تطبع، ممكن تطبعها وإيه وتاخد، لو أنت بتكتب نوتس أو كده اكتب عليها يعني، لأن أنا بصراحة شايفها، شايف مفيش أحسن من كده يعني. المهم هنبدأ الأول بالامبليتيود، النون لينياريتيز في التشانل بتاعته. قال لك ايه؟ قال لك الامبليتيود دوت هنتكلم شوية عن الاف ام، وبعد كده هنتكلم شوية عن مين؟ عن الاي ام، تمام؟ عاوزين نتكلم حاجة اسمها الامبليتيود، الامبليتيود نون لينياريتيز. قال لك ماشي، قال لك انت في الحقيقة يعني لو انت عندك اسمه ايه ده، لو انت عندك تشانل كده، فالتشانل ديت انت بتدخل لها مثلا مسج عندك، تمام؟ انت بتبقى متوقع هيخرج لك ايه؟ هيخرج الاوتبوت، صح كده؟ هو في الحقيقه ماشي، هو ده بيحصل، بس ده بيحصل ايه؟ ده بيحصل في الحاله الريل، تمام؟ اللي هو في الحاله، قصدي الايديال، اللي هو في الحاله المثاليه، وده مش بيحصل في الحقيقه، تمام؟ فاحنا عاوزين نتكلم شويه عن اللي بيحصل في الحقيقه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني حضرتك دلوقتي لو انت عندك هنا تشانل، تمام، وهتدخل لي هنا انبوت في انبوت، ومستني يخرج لك في اوتبوت، فانت بتبقى متوقع ان الفي اوت دوت بيكون فانكشن في ايه؟ بيكون هو عباره عن فانكشن في الفي انبوت. ده كده الحاله ايه؟ دي كده الحاله الايديال، تمام؟ لكن مش هو ده اللي بيحصل في الحقيقه. انما ايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ اللي بيحصل في الحقيقه ان انت هتدخل لي هنا كده تشانل، دي كده قصدي تشانل، هتدخل لي عليها انبوت، واللي هيخرج هنا هيكون اوتبوت. الاوت دوت، بيكون فانكشن في ايه؟ الاوت دوت بيكون فانكشن في الفي انبوت، والفي انبوت سكويرد، والفي انبوت كيوبد مثلا، وهكذا، بيكون فانكشن في حاجات يعني بتخلي الايكويشن في الاخر نون لينير، تمام كده. احنا عاوزين بقى نناقش الموضوع دوت مره في الاف ام ومره في الاي ام، تمام كده، ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. طيب بص بقى، قالك في الاف ام انت دلوقتي لو جينا نفرض كده مع بعض واحده واحده ان ايه،
ان انت عندك الفي اوتبوت هيخرج حاجه بالمنظر دوت. اهو هو فانكشن في الفي اي اللي هو الانبوت والانبوت سكويرد والانبوت والانبوت كيوت كيوب والاي والاي واحد والاي اتنين والاي تلاته دي كونستانت، دي ما فيهاش مشكله. طب مش مين هو الانبوت بتاعك؟ اللي هو الشكل البسيط بتاع الاف ام اللي هو اي سي كوزاين 2 باي اف سي زائد فاي. مين هي الفاي؟ اللي هو احنا كنا دايما بنكتبه ايه؟ كنا بنكتبه 2 باي كي اف، كي اف مضروبه في الانتجريشن بتاع مين؟ الانتجريشن بتاع المسج، صح كده؟ مش احنا كنا بنكتب كده؟ هو ده. بس هو اختصر الحته السود دي كلها في ايه؟ في الفاي. يبقى مين هي الفاي؟ اهو كتبها لك على جنب، قال لك ان هي بتساوي 2 باي كي اف في الانتجريشن. تمام، مفيش اي مشكله، كلام بسيط جدا، لسه ما فيش اي حاجه لحد دلوقتي. تمام، خليك ماشي معايا واحده واحده وانا ايه هفهمك كل حاجه باذن الله. تمام كده، قال لك تمام، حلو قوي. بعد كده بعد ما عرفنا ان ده الانبوت وده الاوتبوت، قال لك تمام انت دلوقتي ايه رايك؟ تعالى بمنتهى البساطه، مش ده اسمه في اي وده في اي سكويرد وده في اي كيوب، خد يا معلم الفي اي ديت وروح حطها هنا، حطها هنا، حطها هنا، هيطلع لك ايكويشن عملاقه كده اهيت، الايكويشن الكبيره دي. تمام، لو جيت بصيت هتقول لي ايه؟ هتقول لي مين دلوقتي عندك؟ مين الراجل دوت اللي هو، استنى استنى اسف، مين اللي هو الحته اللي هي دي؟ اه مين الحته دي ومين الحته دي ومين الحته اللي هي من اول هنا؟ مين كل دوت؟ هتقول لي كل دوت اللي هو ده، ما هو ده اللي هو ده، صح؟ اللي هو الفي اي، الفي اي سكويرد، الفي اي كيوب، صح؟ كل اللي عمله ان هو ايه؟ شال دي وعوض، ما عملش حاجه اكتر من كده. طب ماشي، تعالى بقى نفك دوت شويه حساب مثلثات كده، اللي هو تقعد بقى تفك لي بقى الكوزاين سكويرد ديت وتفك لي الكوزاين كيوب. هفك الكوزاين سكوير بالقانون بتاعها اللي هو نص واحد زائد كوزاين ضعف الزاويه والكلام ده كله يعني، والكوزاين كيوب دي تفكها الكوزاين في كوزاين سكوير، وتفك الكوزاين سكوير بالقانون بتاع اللي هو ضعف الزاويه دوت. بعد كده ترجع تضربها في الكوزاين يطلع لك كوزاين سكوير تاني، تفكها تاني، هتقعد يعني فهمت تلعب كده شويه بحساب المثلثات، هيطلع لك في الاخر ايه؟ هيطلع لك في الاخر الايكويشن الكبيره دي. تمام، هو كتبها ايه؟ طبعا هي بتترص كده جنب بعضها، بس هو كتبها تحت بعضها. تمام، وقال لنفسك ايه؟ قال لنفسه ايه بقى؟ قال لنفسه ان انا لقيت في ترم كده شويه ايه؟ كونستانت. ما الايه 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 2 ديت والاي سي ده ارقام. تمام، فده كونستانت. اي كونستانت ده يبقى عندنا بيبقى اسمه ايه؟ اسمه دي سي، ده اللي هو الدي سي ترم بتاعنا. تمام، ولقى ان هو عنده ايه؟ لقى ان هو عنده طبعا، بص كل اللي هعلم لك عليه دلوقتي ده شويه ارقام كده اللي يعني دي كده شويه كونستانت. تمام كده، طيب حلو قوي. بعد كده بعد كده لا ان هو هيطلع عنده طبعا. خد بالك ان انت المسج بتاعتك موجوده فين دلوقتي؟ المسج بتاعتك موجوده فين اهي؟ دي المسج بتاعتك اللي هي موجوده فين؟ موجوده جوه الفاي. فطبعا لو انت ما عندك فاي سكويرد فطبعا شكل المسج هيتغير. طب لو انت عندك فاي كيوب فشكل المسج هيتغير وهكذا. طب لو انت عندك 3 فاي، طب لو انت عندك 2 فاي، كل ده هيغير شكل المسج. انت عاوز مين اللي يخرجها في الاخر؟ انت عاوز الشكل دوت هو ده اللي انت تاخده في الاخر، الكوزاين لوحدها كده والفاي لوحدها، مفيش اي حاجه تانيه. تمام، فلما جينا بصينا، لما جينا بصينا على الحاجات اللي هتخرج عندنا، لقينا الترم ده دي سي فالمسج مش موجوده فيه، ولقينا عندنا الثلاث ترمات دول، الترم دوت فيه فاي لوحدها، والترم ده فيه 2 فاي، والترم ده فيه 3 فاي. تمام كده، فخلاص يبقى انت مين الترم بتاعك؟ قالك الترم بتاعك هو الترم دوت. تمام كده، ده الترم اللي ايه؟ ده الترم اللي هو يهمك في القصه يعني. تمام كده، حتى الكارير بتاعه كمان ايه؟ الكارير بتاعه مظبوط اللي هو تو اللي هو عند الاف سي يعني. تمام، لكن ده الكارير بتاعه عند 2 اف سي، ده الكارير بتاعه عند 3 اف سي. فلو انت تخيلت شكلها مثلا هيبقى ايه؟ هيبقى شكلها كده ايه؟ تلات مثلثات مثلا، على اساس ان الفانكشن بتبقى مثلثه. يبقى ده اف سي، ودوت هيبقى موجود فين؟ عند 2 اف سي، وده موجود فين؟ عند 3 اف سي، ده موجود عند 3 اف سي. حلو كده، تمام. يبقى انت محتاج اني واحده من دول؟ انت محتاج اللي موجوده عند الكارير بتاعك اللي هو ايه؟ اللي هي دي اللي هي عند الاف سي. ليه؟ لان انت اصلا كان الكارير بتاعك ايه؟ اف سي اهو، ده الكارير بتاعك اهو عند الاف سي، فاهمني؟ فانت محتاج مين؟ انت محتاج اللي هي تبقى موجوده هنا كده. تمام، دي اللي انت محتاجها. فخلاص يبقى انت دي اللي يبقى الاثنين اللي جنبها اللي هي دي ودي انت مش محتاجهم في حاجه، انت محتاج مين؟ انت محتاج ديت. طب مش هل دي اتاثرت؟ او يعني كون ان انا دلوقتي الاوتبوت بتاعي كان نون لينير، هل ده اثر معايا في حاجه؟ لا، ده ما اثرش في اي حاجه اهو. فهو بيقول لك ان الانفورميشن ان فيز از ان تشينجد، ما اتغيرتش في حاجه. تمام كده، يبقى انا دلوقتي ايه السيجنال اللي انا عاوزها؟ ممكن اختارها بايه؟ ممكن اختارها بباند باس فلتر. اجي على ده كده احط ايه؟ باند باس فلتر وخلاص. هتيجي تقول لي انا ليه ما حطيتش لو باس فلتر؟ هقول لك بص، احنا دلوقتي شغالين يعني كون ان احنا اشتغلنا بالطريقه دي، ده معناه ايه؟ معناه ان ده اصلا يعني ده كده حاجه كده كبيره، والصفر هنا كده في النص، وعندك نفس الثلاث مثلثات دول موجودين الناحيه الثانيه، بس سالب اف سي و2 سالب 2 اف سي وسالب 3 اف سي. تمام، بس احنا بدل ما نرسم الشكل ده كله بنرسم ايه؟ بنرسمه في الناحيه اليمين بس، ونقوم ايه نقول لك هنا خد الايه، خد اللي اسمه ايه ده، الباند باس فلتر على طول وخلاص. تمام كده، طيب تمام، حلو. قال لك حلو، ده بالنسبه لمين؟ للاف ام. تعالى نعمل نفس القصه بالظبط في الاي ام بقى. قال لك برده الاوتبوت هيكون حاجه بالمنظر، هيكون حاجه بالمنظر دوت. ده كده الاوتبوت، ثانيه، ده كده الاوتبوت بتاعك هيكون حاجه بالمنظر دوت كده. تمام، اللي هو برده فانكشن في الفي اي والفي اي سكويرد والفي اي كيوب. تمام كده، والانبوت بتاعك هيكون حاجه بالمنظر ده. ليه كتبوا بقى المره دي بالمنظر ده؟ لان انت عارف ان انت في الاي ام المسج بتاعتك بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الامبليتيود، فهو حط لك في الامبليتيود بتاعك.
تمام. فلما هيعمل ايه دلوقتي؟ هياخد بقى الايكويشن دي اللي هي بتاعت الانبوت دي ويطلع يعوض بيها في الاوتبوت، يعني يشيل ده ويشيل ده ويشيل ده ويحط مكانه ايه الايكويشن بتاعته اللي هي هنا دي. فهتلاقي ايه ده فعلا اللي حصل، هتلاقي هو شال ايه، هتلاقيه كل اللي هو عمله، ثانيه، هتلاقي كل اللي هو عمله دلوقتي ان هو قام عمل ايه، فعلا شال الفي اي ديت وحط مكانها ايه الفي انبوت دي اهو، دي كده اللي هي الفي اي تمام، ودي كده اللي هي الفي اي سكويرد، ودي كده اللي هي الفي اي كيوبد تمام كده اهي، دي كده الفي اي كيوبد الفي اي سكويرد، ودي كده اللي هي الفي اي تمام كده، شالهم وعوض. تعالى نعمل نفس الفكه بتاعت المره اللي فاتت، قعد يفك كده، قعد يفك لان هو عنده حاجه اسمها دي سي تيرم، وعنده حاجه اسمها ايه ولقى ان هو عنده حاجه اسمها ال يعني لا ان ده دي سي تيرم ودي الكوزينات التانية. طب انا محتاج انهي واحده؟ انا محتاج اللي موجوده عند الكارير بتاعي، مش انت رفعت على الكارير اللي اسمه اف سي، فانت محتاج اللي هتاخدها برضه اللي تبقى موجوده عند الكارير اف سي. نفس القصه فوق على فكره، نفس القصه فوق، انت دلوقتي محتاج تاخد انهي اللي عند الكارير اللي اسمه اف سي، ليه؟ لان انت رافع اصلا على الكارير اللي اسمه اف سي، فاهمني؟ فمش هينفع ان انا اخد اللي موجود عند الكارير اللي اسمه 2 اف سي او الكارير اللي اسمه 3 اف سي، لا ما ينفعش، انا محتاج اخد عند مين؟ عند الاف سي، لان هو ده اللي انا رافع عنده من الاول اصلا تمام. فهو كان بيقول لك ان في الاف ام ان الفيز ما اتغيرتش، فانت ممكن تختار اللي انت عاوزها او تجيب السيجنال بتاعتك بسرعه جدا باستخدام ايه الباند باس فلتر. طب في الاي ام بقى ايه اللي حصل؟ لقى دلوقتي ان هو دلوقتي رافع على كارير اسمه ايه، رافع على كارير اسمه اف سي، فلما راح يبص على الاف سي والله الترم دوت مفيش فيه اصلا كارير، فده يعتبر دي سي كومبوننت. الترم دوت عندي 2 اف سي فمش ده اللي انا عاوزه، الترم ده فيه 3 اف سي فمش ده اللي انا عاوزه. طب مين اللي انا عاوزه؟ هو ده اللي انا عاوزه اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه اف سي، يبقى هو ده فعلا الكارير اللي انا عاوزه. بس انا لما رحت ابص على على الايكويشن اللي جنبها لقيت ان انا عندي المسج معمول لها كيوبد، يعني مش يعني المسج اتكعبت، فطبعا ايه كده ده طبعا هيأثر على المسج، فعشان كده بيقول لك ان حصل لك ديستورشن بسبب ايه، بسبب الترم اللي اسمه ام كيوب دوت اتضاف يعني تمام، لان هو ده كده بيقول لك كل ده الامبليتيود بتاع الحته ديت او الهارمونيك ديت، فانت عندك طبعا المسج هنا بس متضاف عليها ترم اسمه ايه ام كيوب تمام كده. فبيقول لك ان الانفورميشن بتاعتك ايه اتغيرت تمام، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الامبليتيود از نوت اميون تو تشانل امبليتيود نون لينياريتي. فهي بيقول لك يعني انها يعني ايه، يعني النون لينياريتي ديت اللي موجوده في التشانل هتبوظ لك الاي ام، لكن لو جينا كده نبص للاف ام، الاف ام انت لما كان فيه نون لينياريتي في التشانل هل ده اثر معاك؟ لا ما اثرش معاك في حاجه. فبيقول لك ان الاف ام موديليشن از مور اميون تو ذا امبليتيود نون لينياريتي، يعني فاهم؟ يعني بيقول لك ان الاف ام دوت كلمه اميون دي يعني ايه؟ يعني عندها حصانه او مش بتاثر فيها يعني. فبيقول لك ان الاف ام دوت الاميون ده مش هياثر فيها، على عكس مين؟ يعني بص بيقول لك ان الاف ام ميديوليشن از مور اميون، يعني الاف ام دوت الموضوع الميديوليشن بتاع الاف ام دوت عنده حصانه او الحصانه بتاعته كبيره بالنسبه لموضوع الامبليتيود نون لينياريتي، على عكس مين؟ على عكس الاي ام. بيقول لك هنا ان الاي ام نوت اميون، نوت اميون ما عندوش حصانه، يعني مش بيقدر يقاوم او ما عندوش حصانه، حصانه اللي هي زي مقاومه تمام، حصانه تمام كده، ما عندوش حصانه ضد مين؟ ضد احوار الامبليتيود نون لينياريتي تمام كده. فيعني كلام نظري يعني مفيش فيه حاجه والله، فاهمني ليه؟ لان انت بيبقى عندك ترم زياده كده، يعني الكارير هيتظبط معاك في الاخر، بس المسج بتاعتك اتضربت ليه؟ لانها بقت عامله كيوب، مسج كيوب تمام، عكس مين؟ عكس الاف ام. الاف ام المسج بتاعتك الكارير طلع لك فعلا والمسج موجوده اهي جوه الفاي، والفاي ما اتضربتش في اي حاجه، ما الفاي دي انت هتروح تفكها لدوت اهو، دي المسج اللي احنا مدخلينها فاهمني، فمفيش اي مشاكل فيه، بس كده، بس كده مفيش اكتر من كده. ده موضوع النون لينياريتي فاهم، اللي هو طب انت لو فكرت دلوقتي انت محتاج تكتب ايه؟ مفيش حاجه تتكتب، يعني هكتب لك معادلات يعني، ما خلاص انت فهمتها، فهمت الدنيا خلاص، ما مش محتاج تكتب. تاني موضوع عندنا تاني موضوع حوار الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج، انت خدته قبل كده بس يعني تعالى نتكلم فيه. قال لك بص انت دلوقتي عندك ايه، انت دلوقتي عندك في دايره التي اكس، في دايره التي اكس انت بتبدا بايه؟ بتبدا بلو باس فلتر عشان تتاكد ان المسج بتاعتك، طبعا انت عندك مسج، فالمسج في اول الموضوع بتبقى اراوند زيرو، فانت محتاج لو باس فلتر بحيث ان هو ايه ياخد المسج دي ويتاكد ان هي دي بس اللي يعني انا دلوقتي بتحرك بدي بتاكد ان مفيش نويز جايه او اي حاجه، فنعديها الاول على لو باس فلتر، بعد كده ميديوليتور ايا كان نوعه بقى، المهم ان ايه انت دلوقتي عندك الميديوليتور ده، الميديوليتور تمام بقى، سواء بقى كان يعني احنا خدنا انواع كتير اي نوع بقى منهم تمام، مش فارقه، المهم ان انت هتعدي على ايه، على ميديوليتور. بعد كده يعني ميبي ان انت يدخل النويز عندك في الموضوع، فالميديوليتور دوت لو فرضناه ابسط نوع اللي هو الميكسر، فهياخد السيجنال بتاعت المثلث دي وايه ويشفتها، ليه؟ لان انت هتضربه في يعني ميكسر، ميكسر يعني في كوزاين داخله، المسج دي هتخش عليه على الكوزاين، خلينا نمشي زيها طالما هو رسمها مربع، خلينا احنا نعملها مربع. فانت دلوقتي المربع ده لما ندخله هنا مثلا على الميديوليتور اللي هو ابسط نوع ميكسر مثلا الكارير، ايه اللي هيحصل؟ الكارير ده هيكون عباره عن كوزاين، كوزاين ده يعني اتنين امبلس، فهيشفت ده اراوند مين؟ اراوند زيرو، يعني زيرو هنا كده. فدلوقتي انا برضو عاوز اتاكد كمان مره ان انا ايه، ان انا دلوقتي عند مثلا الاف سي واحد، وده عند الايه الاف سي واحد بس دي بالنيجاتيف تمام، عاوز اتاكد ايه؟ عاوز اتاكد ان دوت هو اللي هيعدي لي من غير نويز او اي حاجه، فانا عاوز اخد الحته دي كده لوحدها والحته دي كده لوحدها، فمش امشي على مين؟ على باند باس فلتر تمام كده.
نفس القصه لو انت معاك مثلا ايه، لو انت معاك يعني 3 سيجنال يعني، فانت في الاول في الاخر او في الاخر يعني هتبقى انت اللي تشانل بتاعتك محمله مين عليها، محمله 3 يعني 3 رسائل عليها. حلو كده. طب مش تعالى بقى نتكلم عن دايره الريسيفر. دايره الريسيفر داخله هتخش عليها، قال لك ايه اللي هيحصل في دايره الريسيفر؟ عكس اللي انت عملته هناك، عكس اللي انت عملته هناك. هو انا في الاخر، في الاخر انا هنا، انا هنا بعد الباند باس فلتر دوت، خلينا نمسح دي. انت الباند باس فلتر ده هيعدي لك ايه؟ اخر حته، اخر حاجه خالص. الباند باس فلتر ده هيعدي لك ايه؟ هيعدي لك 2 مثلثين هنا كده، صح؟ مثلث هنا ومربع هنا ومربع هنا. طب اللو باس فلتر، الباند باس فلتر اللي هو في المسج التاني هيعدي لك ايه؟ هياخد الشكل دوت ويعدي لك منه ايه؟ ويعدي لك منه، انا بس عشان مش بعرف ارسم تمام، يعني تخيل كده معايا ان إيه؟ تخيل كده معايا ان ايه دي اللي هي الرسمه اللي هي ديت، تمام كده. ويعديه برضو عند ايه؟ عند الصفر. وهياخد المثلث ده ويعديه ايه؟ برضو هنا مثلثين هنا كده، تمام. فدلوقتي بقى عندك ايه؟ بقى عندك الاشكال دي كلها. طبعا انت المفروض تكمل دوت. ده بقى اللي انا كنت لسه بقوله لك، هو الصفر بيبقى هنا وبيقعد يرسم في الناحيه اليمين بس، والناحيه الشمال ما بيرسمهاش، بس هي برضو موجوده. يعني انت المفروض ان انت هنا عندك مربع، وبعد المربع الشكل اللي هو الغريب دوت، بعد كده عندك ايه؟ عندك مثلث، فاهم؟ عشان يبقى ايه؟ فاهم الخط كامل يعني، تمام كده. هو بس هو مش بيرسمه، هو مش بيرسمه، بس هو بيرسم، بس هو بيبقى موجود يعني، تمام. عشان كده بيقول لك هستخدم باند باس فلتر، عشان بس انك ما تقولكش طب ما انا عاوز حته واحده مستخدم لو باس. لا، هو في ناحيه تانية بس احنا مش بنرسمها، تمام. فهي دلوقتي المسج بتاعت حضرتك اهيت خرجت من هنا ماشيه في التشانل، فوارد جدا انها تلبس نويز من اي حته. فطالما يعني لبست نويز دلوقتي وصلت لدايره الار اكس، اول حاجه او محتاجين نمشي عليها على باند باس فلتر عشان نتاكد ان ايه، ان انت دلوقتي مفيش اي نويز وهاخد الحته اللي انا عاوزها بالظبط، تمام. فلو انت مثلا لو كملنا بس يعني، لو كملنا مثلا الحته دي تكملتها هنا كده مثلا، ده الصفر اهوت اللي هو الحته ديت، وبعد كده هيكون عندك المربع، بعد كده الشكل الغريب دوت، بعد كده المثلث، تمام كده. اول حاجه انت محتاج ايه؟ محتاج في الشانل اللي فوق دي ان انت تاخد مين؟ المربع لوحده، تمام كده. فمحتاج ايه؟ محتاج باند باس فلتر، تمام، عشان تاخد الحته دي كده لوحدها وتموت الباقي، وتاخد الحته دي كده لوحدها وتموت الباقي، ولو في نويز تموت، تمام. بعد الباند باس فلتر هتعمل الدي ميديوليتر عشان تبدا تخرج مين؟ عشان تبدا تخرج لي السيجنال بتاعتي اللي هي الديزورد سيجنال، المسج اللي انا عاوزها. بعد كده اللو باس فلتر عشان ايه؟ عشان تاخد المسج بتاعتك. حلو كده، تمام. نفس القصه في الثانيه، نفس القصه في الثالثه. طيب احنا بقى عاوزين نقعد نرغي كده شويه في موضوع ايه؟ عاوزين نقعد نرغي كده شويه في موضوع الريسيفر دوت. قال لك ايه بقى؟ قال لك الريسيفر، انت دلوقتي لو عندك مسجات كتيره جدا جدا، هل انا هقعد اعمل السطر دوت اللي هو بتاع الباند باس فلتر واللو باس فلتر والدي ميديوليتور، هقعد اعمله كتير جدا؟ قال لك في الحقيقه لا، احنا فعلا مش بنقعد نعمله كتير جدا، انما ايه بقى؟ احنا بنحتاج نعمل حاجه اسمها، بنكتب السطر ده مره واحده بس، وبنعمل حاجه اسمها التونينج. التونينج دوت ان انت بس بتظبط الدي ميديوليتور دوت على ايه؟ يعني بص، السطر دوت مش محتاجينه، السطر ده مش محتاجينه، تمام. خد بالك ان انت عندك كام؟ انت عندك ثلاثه، في ثلاثه، ثلاثه كارير دلوقتي، الاف سي 1 والاف سي 2 والاف سي 3، تمام كده. انا هظبط الدي ميديوليتور دوت ان هو يلقط مين؟ ان هو يلقط الاف سي 1، تمام. فايه اللي هيحصل؟ السيجنال اللي هي فيها شايله الثلاثه مسج هتخش هنا، فلما تخش هنا ايه اللي هيحصل؟ قال لك كل اللي هيحصل بصراحه ان انت يعني هيتظبط ان هو يخرج لي مين؟ يخرج لي المسج الاولانيه بس اللي عند اف سي 1، عشان انا ظبطته عند اف سي 1، فدي بس اللي هتخرج لي. يبقى انا خدت ايه؟ خدت من هنا الاف سي 1. طب ماشي، جيت انت كمان شويه، لا انت عاوز المسج الثانيه. مين هي المسج الثانيه؟ اللي هي دي مثلا، فهتقوم ظابط دي، هتظبط التونينج دوت بان هو ياخد لك مين؟ ياخد لك المسج التاني، فيبقى الفلاتر وكل حاجه تظبط على مين؟ على الـ اف سي 2، فده بس اللي يقوم خارج لك. جيت انت كمان شويه، لا انت محتاج المسج التالت، فتقوم تظبط التونينج على مين؟ على التالت، تقوم واخد التالت، تمام. وده فعلا اللي انت بتعمله في الراديو، مش انت بتقعد ايه الراديو، لو انت عندك راديو قديم شغال اف ام، بتقعد انت تحرك في البقره بتاعته، فكل ما تحرك البقره ايه اللي بيحصل؟ اللي التشانل بتتغير، مره يجيب لك اذاعه القران الكريم، مره يجيب لك اللي هي انا ما اعرفش غيرها بصراحه، يجيب لك بس في قنوات يعني في الراديو، يجيب لك قناه تانية يعني، فاهمني؟ فهو انت ايه اللي انت بتعمله؟ انت بتظبط دايره الريسيفر انها تغير مين؟ انها تغير الكارير اللي هي هتستقبل عليه، فاهمني؟ طيب غير بقى يعني، من غير ما نخش في تفاصيل ان هو بيبقى اصلا جواه ريزونانس سيركت والكلام ده كله يعني، يعني ده مش تفاصيلنا قوي يعني. وفي حاجه اسمها الريزونانس، والتانيه كان اسمها اللي هي كان اسمها ايه مش فاكر، اللي هي دايره الرنين يعني بتاعته، تمام. فانت بتظبط، انت اصلا لما بتقعد تغير كده في البكره بتاعت الراديو بتغير في قيمه الكباستنس اللي موجوده في الكباستور بتاعه، فده بيسمع في داي. بص ما لناش دعوه، دي تفاصيل مش علينا، مش علينا، تمام. المهم ان انت تعرف ايه، تعرف ان انت بتستخدم يعني دايره الريسيفر بتستخدم ايه، هو سطر واحد بس، وبتستخدم حاجه اسمها التونينج ليه؟ عشان تختار الديزورد تشانل بتاعتك، تمام كده. فبتبدا تستلم ايه عليها اللي انت عاوزه، ده اول حاجه. تاني حاجه قال لك موضوع الفلترنج دوت ان هو تمام يعني، ده برضو كنا قاعدين بنشرحه. والامبليفيكيشن بيقول لك تو باور لوس، تمام. هو بس بيقول لك الموضوع يعني ده كل اللي احنا كنا عاملين بنشرحه، بقول لك ان انت هتستخدم حاجه واحده بس، وهتستخدم حاجه واحده بس، وموضوع التونينج بس. اديني كده ثواني. طيب
طيب في بس هنا نقطة كمان عاوز اقولها لك، دي بس انا كنت براجعها دلوقتي او بتأكد ان انا ما نسيتش حاجة، اللي هو نقطة الامبليفيكيشن. هو النقطة الاولى دي بتاعت التونينج خلاص انت عرفتها. نقطة الفلترنج ان انت زي ما قلت لك من الاول انت بتبقى واخد فلتر عشان لو في نويز او اي حاجة يعني. اخر نقطة، نقطة الامبليفيكيشن، ان انت زي ما انت عارف اصلا من الفيديو اللي فات ان انت عندك اللهم صل على سيدنا محمد، ان انت بعد ما بتلف اللفه بتاعتك دي من التي اكس للار اكس في الاخر الامبليتيود بتاع ايه بتاع السيجنال بتاعتك بيتغير، فعشان تظبطه بتعمل ايه؟ بتحط امبليفاير. هو بس حته الامبليفيكيشن ديت تمام. فهو بيقول لك ان حته الامبليتيود اتغير دي معناها ايه؟ معناها ان في باور لوس حصلت. فازاي تظبط الباور لوس ده؟ بان انت تعمل ايه؟ امبليفاير. بس هو ده موضوع الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، ما فيش فيه حاجه يعني. اخر حاجه بقى او قبل الاخيره اللي هو السوبر هيترودين ريسيفر، ده بقى بص موضوع كده جامد قوي، خلينا نركز فيه. قال لك بص ده محتاجين احنا ايه نتكلم هنا بقى شويه. ايه بقى موضوع السوبر هيترودين دوت؟ بص انت دلوقتي لو انت في رساله عاوز تبعتها تمام، الرساله دي مثلا عباره عن ايه؟ ال انت لو في رساله عاوز تبعتها، الرساله دي متحمله على كارير، الكارير ده مثلا خلينا نقول ان هو 1 جيجا هرتز. يعني ايه جيجا؟ جيجا يعني 10^9، 10^9 هرتز صح كده؟ طب ماشي، 10^9 ده رقم كبير جدا، فصعب ان انت تعمله تمام. خلينا نتكلم ان الباند ويدث بتاع المسج ديت، الباند ويدث بتاعها مثلا كام؟ خلينا نقول ان هو مثلا 10 كيلو مثلا تمام. خليه مثلا ان الباند ويدث بتاعها 10 كيلو تمام. فلما يكون الباند ويدث بتاعها 10 كيلو وانت محتاج ان انت تعديها، طبعا هتعديها باستخدام مين؟ باستخدام الباند باس فلتر. فانت محتاج ايه هنا كده؟ باند باس فلتر. الباند باس فلتر ده عارف هو بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ريزونانس سيركت، بيكون عباره عن ريزونانس سيركت تمام كده. الريزونانس سيركت دي بيكون ليها ايه؟ بيكون زي ما لسه كنا بنتكلم من شويه، بيكون يعني عباره عن ار و سي والكلام ده كله، بيكون لها حاجه اسمها الكواليتي فاكتور بنرمزها بالرمز كيو. مين هو الكواليتي فاكتور؟ الكواليتي فاكتور ده عباره عن الكارير اللي انت متحمل عليه او اللي هو الفريكوانسي اللي هو عندها، يعني خلينا نرمزه بالرمز اف نود على الباند ويدث بتاعها تمام كده. ممكن نكتبه دلتا اف او ممكن نكتبه اوميجا ايا كان يعني. فانت لو جيت حسبته هنا هتلاقي ان انت بتقول لنفسك 10^9 تمام كده، اللي هو الكارير اللي هي موجود عنده اللي هو 10^9 مقسوم على الباند ويدث بتاعها اللي هو كام؟ اللي هو 10 كيلو. 10 كيلو اللي هو قد ايه؟ اللي هو 10 والكيلو اس 3، يبقى دي كده 10^4. 10 10 اس 9 10 اس 4 يبقى كام؟ 10 اس 5 اللي هو 100,000، اللي هو 100,000، اللي هو 100,000 هرتز. فطبعا انت تعمل لي باند باس فلتر وان انت تعمل فلتر يشيل 100,000 دوت، دي بتبقى بصراحه صعبه جدا يعني. فمن هنا يعني من المشكله ديت، وطبعا وارد قوي ان انت طبعا ايه تلاقي نفسك محمل على كارير كبير جدا كده. فقالك بسبب المشكله دي احنا عاوزين نلاقي لها حل. فمين الحل بتاعها؟ قالك الحل بتاعها هو الايه؟ هو السوبر هيترو داين دوت ريسيفر. فقالك ايه قصته؟ قالك قبل ما نشرح لك قصته انت كده خلاص فهمت المشكله، بس قبل ما نشرحها لازم تعرف، قبل ما اقول لك الحل يعني لازم تعرف حاجه اسمها ايه؟ الفريكوانسي ترانسليشن كونسبت. الفريكوانسي ترانسليشن كونسبت، فريكوانسي ترانسليشن كونسبت اهوت. هو هنا بيشرح لك المشكله اللي هو المشكله اللي قابلتنا ان انت صعب ان انت تنقل بسبب حوار الكواليتي فاكتور دوت، هاي كواليتي فاكتور. فاحنا دلوقتي ايه؟ فاحنا دلوقتي لازم قبل ما نقول لك ازاي نحلها نشرح حاجه اسمها الفريكوانسي ترانسليشن كونسبت. قال لك ايه القصه؟ ايه القصه؟ خلينا كده ايه نفهمها واحده واحده. قال لك كل ده خد بالك ان احنا شغالين دلوقتي في دايره ايه؟ في دايره الريسيفر تمام. ففي دايره الريسيفر انت بتبدا بالسيجنال اللي جايه لك، يعني خلاص السيجنال اللي خرجت من التي اكس مثلا اسمها ايه؟ اسمها اس دي. فدي السيجنال اهي دي اللي داخله لك انت، كنت انت هتحملها على كارير. فاكر كنت بقول لك ايه؟ حاول على قد ما تقدر الكارير دوت يكون ما فيش فيز شيفت ما بينه وما بين الكارير اللي كان في دايره التي اكس. طب ماشي، احنا بقى هنا هنعمل حاجه تانية خالص. هنعمل ايه؟ انت بتحمله على كارير مختلف تماما، مختلف تماما، اسمه اف ال او تمام كده. اف ال او تمام كده. الاف ال او دي كلها مسميات، والكارير الاساسي عند حضرتك كان ايه؟ كان الار اف. الار اف تمام، يعني الاف سي بتاعتنا اللي احنا كنا بنقول هنرسم مثلثين كده مثلا عند الاف سي والسالب اف سي تمام. لا هنا بقى المره دي اسمهم ايه؟ اسمهم ار اف، اف ار اف تمام كده. فده كده الكارير الاساسي عندك، وانت دلوقتي هتدخله على ميكسر في دايره الار اكس، هتدخله على ايه؟ على كارير تاني. الكارير التاني ده اسمه اف ال او، الكارير التاني اسمه اف ال او تمام. وبرده عباره عن كوزاين، يعني كوزاين 2 باي اف ال او مضروبه في التي تمام كده. ده اللي هو الكارير التاني. فحاجتين مضروبين، الاس دي مضروبه في الكارير ده اللي هو الكوزاين ده، مضروبين في بعض في التايم اللي هم عملوا لهم كونفليوشن في الفريكونسي تمام كده. قال لك تمام، حلو قوي. فلما نيجي نعمل للراجل دوت كونفليوشن مع الراجل دوت، ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي والله اللي هيحصل كده ببساطه شديده ان هنيجي مثلا، خلينا نبدا بالبتاع ديت، بالامباس اللي موجوده ناحيه اليمين دي، هتلاقي اللي هيحصل هتلاقي المثلث دوت هيتشفت على اليمين خالص هنا، ويبقى عباره عن اف ال او زائد اف ار اف اهوت، اف ال او زائد اف ار اف
تمام، ده كده اللي هو المثلث ده كده خلاص. تعال نجيب المثلث ده، طبعا ايه اللي هيحصل، هتزود لي على الترم دوت الاف ال او، تمام، فهيبقى طبعا الاف او اف ده رقم كبير جدا، تمام. فايه اللي هيحصل، اللي هيحصل ان هو هيبقى عباره عن اف ال او ناقص اف ار اف، تمام كده. ده اللي هو المثلث دوت لما يتعمل له كونفوليوشن مع الانبلس دي، وهيجي فين حضرتك، هيجي هنا، تمام. عرفت منين ان هو هيجي هنا بعد بعد الصفر اللي هو في الناحيه السالبه؟ عرفت منين؟ لان انا كنت لسه بقول لك الاف ار اف ده رقم كبير قوي، تمام كده. ف يعني كانك بتقول قيمه موجبه صغيره ناقص قيمه سالبه كبيره، تمام كده. فايه اللي هيحصل، او يعني كانك بتقول زائد قيمه سالبه كبيره. فالمهم يعني ده، يعني انت اكيد فاهمني، يعني ده هيطلع ايه، هيطلع قيمه نيجاتيف، ده هيطلع قيمه نيجاتيف، تمام كده. فبقى هو ده المثلث ده، تمام كده. طيب تعرف تعمل كونفوليوشن مع الناحيه الثانيه؟ قال لك اه حاضر من عينيا. قال لك الناحيه الثانيه او الانبلس التانية، يعني لما تيجي تعمل لها كونفليوشن ديت ايه اللي هيحصل؟ قال لك ايه اللي هيحصل؟ نفس القصة، هتيجي دلوقتي انت عاوز تعمل لدوت كونفليوشن مع الانبلس دي، فهتلاقي الراجل دوت هيضاف عليه الحتة دي، تمام، اللي هي الار اف دي كبيرة قوي مقارنة بالال او، فطبعا قيمة موجبة ناقص قيمة صغيرة ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك حتة في الموجب اللي هو دوت المثلث ده، تمام كده، اللي هو اسمه ايه، ار اف ناقص ال او، تمام. بعد كده نفس القصة، خد لي المثلث دوت اجمعه على المثلث على الحتة دي، يبقى ايه، سالب اف ار اف ناقص اف ال او، تمام كده. دي اللي هي مين، اللي هو المثلث الحته اللي هنا دي، تمام، اللي هي الحته اللي هو مش كاتبها، اللي هي هتبقى سالب اف ار اف ناقص اف ال او، تمام كده. بس كده حضرتك خلصت. قال لك بقى بص، خلينا كده نتفق على حاجه، نتفق على ايه، ان الاف ار اف، الاف ار اف ناقص الاف ال او دي هنسميها حاجه كده، بنسميها ايه، بنسميها الاف اي اف، الاف اي اف، تمام كده، حلو قوي. الاف اي اف دي بتبقى قيمه صغيره، بتبقى قيمه صغيره، يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقرب الاثنين دول من بعض. اه الار اف تبقى كبيره، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه اقربهم من بعض، بحيث ان طرحهم من بعض يديني ايه قيمه صغيره. القيمه الصغيره ديت بقى لما انا هبقى بنقل، او انا لما اجي اعمل لو باس فلتر عند القيمه الصغيره دي ايه اللي هيحصل، لما اجي اعمل عندها فلتر فهلاقي ان الكواليتي فاكتور بتاعه ايه، الكواليتي فاكتور بتاعه اتظبط، لان الكواليتي فاكتور في الحاله دي هيبقى عباره عن ايه، عباره عن الاف اي اف مقسومه على مين، على الباندويتس، تمام. الاف اي اف دي انا صغرتها، واخد بالك، في الاول كنا بنقول ايه، في الاول كنا بنقول الاف، الاف سي مقسومه على مين، مقسومه على الباندويتس. الاف سي دي كانت كبيره جدا، طب انا الحركه اللي عملتها دي وصلتني، مش هتبقى اف سي بقى، هتبقى اف اي اف. الاف اي اف دي اصغر من الاف سي، فبالتالي هنا لو انا كان عندي الكواليتي فاكتور تطلع ب 10 اس 5، هنا مثلا ممكن تلاقي الكواليتي فاكتور بتاعتك ايه ظبطت، بحيث انها بقت رقم صغير، فاهمني. طيب خلينا مثلا ناخد مثال، خلينا ناخد مثال، انت مثلا، مثلا لو احنا لو انت ظبطت الدنيا مثلا، هتلاقي ان الاف اي اف مثلا، مثلا يعني تطلع بكام، تطلع ب 100000، تطلع مثلا كده ب 100000، اللي هي 10 10 جي 100000، تمام كده. والباند ويدث بتاعنا احنا كنا متفقين ان هو بكام، الباند ويدث بتاعنا كنا قايلين ان هو 10 كيلو، 10 كيلو صح كده، 10 كيلو، تمام. فانت لما تيجي تجيب الكواليتي فاكتور بتاعتهم دلوقتي هتقول كام، هتقول لي ال 100000 على ال 10 كيلو تجيب كام، الكيلو هتمشي مع الكيلو، و100 على ال 10 فيها ال 10، يبقى انت جبت لي الكواليتي فاكتور بتاعت الفلتر ده بقت كام، 10، بعد ما كانت بكام، يعني احنا كان لما حسبناها هنا تطلع بكام، تطلع هنا ب 100000، لما احنا كنا شغالين على الاف سي العاديه، لما احنا كنا شغالين على الاف سي العاديه تطلع بكام، تطلع ب 100000 10 اس 5. طب انا بعد ما عملت، بعد ما عملت حوار الترانسليشن كونسبت دوت، الفريكوانسي ترانسليشن كونسبت، وصلت لكام الكواليتي فاكتور، لقيت الكواليتي فاكتور دي وصلتها ل 10، فاهمني. هو ده الكواليتي فاكتور، ان انت بس بتقلل الايه، بتقلل الكواليتي فاكتور عشان ايه، عشان تعرف تعمل الفلتر بتاع الايه، بتاع حضرتك، تمام. ايه تاني المفروض تبقى عارفه، اخر حاجه قبل ما نسيب السلايد ديت، ان اصلا هو ده اللي احنا كنا بنعمله زمان. يعني ايه هو ده اللي كنا بنعمله زمان؟ يعني زمان كنا ما كنتش بتحس بالموضوع ده، لان احنا كنا بنفرض، كنا بنفرض ايه بقى يا صديقي، كنت بتفرض ان الار اف، الاف ار اف هي هيها مين، هي هيها الاف، الاف ال او هي هي الاف ال او، اللي هما الاثنين بيساوي مين، بيساوي الاف سي. يعني انت كنت بتفرض ان دوت ودوت حاجه واحده، تمام كده. فلما الاثنين دول يتساووا ببعض ايه اللي هيحصل، هتيجي هنا عند طرحهم، طرحهم ده هيجيب لك كام، هيجيب لك صفر، هيجيب لك صفر، لو ده قد ده فطرحهم هيجيب لك كام، هيجيب لك صفر. فالمثلث دوت هيبقى موجود فين، هيبقى موجود هنا كده عند الصفر، تمام. ونفس القصه المثلث الاخضر ده على فكره برضه هو نفس القصه، تمام كده. فده برضه طرحه ده هيجيب لك ايه، طرح دوت هيجيب لك مين بقى، طرح دوت هيجيب لك هيجيب لك صفر برضه، تمام. طرح المثلث الاخضر ده مين هو، المثلث الاخضر، المثلث الاخضر ده واقف فين، المثلث الاخضر ده جاي من فين، جاي من المثلث ده مع الامبلس دي اللي هو كام، اللي هو اف ال او ناقص اف ار اف، تمام كده. فلو هما الاثنين قد بعض طرحهم هيجيب لك كام، هيجيب لك صفر. فلو طرحهم هيجيب لك صفر هيبقى ايه، هيبقى برضه مثلث موجود عند الصفر. يعني ايه مثلث موجود عند الصفر، يعني مثلث كمان فوق دي. طب ما هو ده اللي احنا كنا بنعمله، مش هو اصلا كان دايما دايره الريسيفر بيجيب لك كده 3 مثلثات فوق بعض، يعني 4 مثلثات في اللعبه، اهو بيبقى مثلث هنا ومثلث هنا وهنا ايه، مثلثين فوق بعض صح كده. وحتى كنا بنقول دول مثلثين فوق بعض خد بالك صح كده، لكن لا، هو بقى السوبر، السوبر هيترو داين بيقول لك لا، انا دلوقتي هخلي في فرق ما بين الكارير اللي انا، اللي انا حاطه في الار اكس
بحيث ان المثلثين دول مش هيبقوا موجودين على بعض. تمام؟ طب انا ليه عملت كده؟ عشان اظبط بس حوار ايه، حوار الكواليتي فاكتور. تمام كده؟ طيب هو ده طبعا انت مش عليك تفاصيل جامده قوي، فالموضوع بيكون بسيط يعني، ما تقلقش. تعالى بقى ايه نشرح الدايركت ريسيفر بتاعته بتبقى عامله ازاي. انت عندك مثلا التشانل واحد والتشانل اتنين. تمام؟ انت حضرتك مدخل لك اهو، دي المسج اللي داخله لك اللي هي الاس تي. تمام كده؟ دي المسج بتاعتك موجوده طبعا، هو كده رسمها لك في الفريكوانسي دومين. تمام؟ فاول حاجه بتدخله على ار اف سيكشن، عباره عن امبليفاير زائد ايمج ريجكشن فلتر، وهشرح لك يعني ايه ايمج ريجكشن فلتر. بعد كده ايه بتاخد السيجنال بتاعتك يعني، بص اديني بس دقايق والحته دي ايه هشرحها لك، بس اعمل نفسك انك مش واخد بالك منها. انت السيجنال اهي دخلت لك، فاول ما تخش هتدخلها عليها، هتدخلها على كارير، واتفقنا مع بعض ان انت اللي هتظبط الكارير دوت بحوار التونينج، ان هو ايه، ان هو ياخد لك مسج معينه. انا مثلا اتفقنا ان احنا عاوزين نخرج المربع ده في تشانل واحد، محتاجين نخرج المربع دوت. تمام؟ فخلاص فهيخش على ايه، لما انا اظبط، لو انا طبعا ما ظبطتش بقى، لو انا ما ظبطتش موضوع، او لو انا ما عملتش حوار السوبر هيترو داين دوت، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان دوت الكارير المربع ده هيطلع لي عندي كارير كبير جدا كبير جدا، فمش عارف ان انا اعمل فلتر ياخده، صح كده؟ فعشان اعمل فلتر ياخده هظبط ايه، هدخله على كارير جديد. يعني هو مثلا جاي لي هنا عند ار اف 1، تمام كده، عند ار اف 1، عند الفريكوانسي بتاعه ار اف 1، مش هدخله بقى عند كارير ار اف 1 برضو، لا انا هدخله عند كارير تاني خالص اسمه اف ال او. تمام كده؟ الاف ال الاف ال او دوت هيظبط لي حوار الكواليتي فاكتور، فهيقلل لي الحته الكبيره اللي هو موجود عندها، زي ما كنت لسه بنقول لك من شويه. مثلا كان عند ال 100000، بص اللي نزلنا لكام، نزلنا ل 10، حوار الكواليتي فاكتور. تمام كده؟ تمام. بس خلاص بعد كده، بعد ما صغرته تقدر بقى تعمل لي فلتر زي ما انت ما عاوز. خلاص انت كده ظبطت لي يعني، قللت بس الحته اللي هو موجوده عندها، فتعرف ان انت تعمل لي ايه، تعمل لي فلتر وتبدا تستقبله عادي. بعد ما عملت فلتر خرج لك دوت، تقدر بقى ان انت تعمل انفلوب ديتكتور في حاله الاي ام. لو انت شغال الميديوليشن بتاعك اي ام، تعمل لي انفلوب ديتكتور فتخرج لي المسج بتاعته. لو انت شغال اف ام، تشتغل بحوار الدي ميديوليتور اللي احنا شرحناه في اخر المحاضره، مش فاكر انهي محاضره، بس في المحاضره معانا نتكلم كتير قوي اللي هي الانجل ميديوليشن بارت 2 اخرها خالص. تمام؟ قلت لك ازاي تعمل الدي ميديوليتور. تمام كده؟ لو انت شغال اف ام بس، فهي الحته الاخيره دي يعني قشطه يعني، ما فيهاش مشكله. بس الفكره ان انت ايه، ان انت بس تظبط لي التشانل بتاعتك، تظبط لي قصدي الكواليتي فاكتور بتاعك بحوار السوبر هيترو داين، عشان ايه؟ عشان تعرف تاخد الفلتر. طب لو انت عاوز التشانل تبقى اتنين، هتظبط التونينج بتاع دوت، التونينج بتاع الكارير دوت، بحيث ان هو ايه، بحيث ان هو يبدا يستلم مين يا معلم، بحيث ان هو يبدا يستلم الار اف 2 ديت. تمام؟ فخلاص لما يبقى هتظبط الاف ال او، تخلي تظبط لها قيمه بقى جديده اللي هي مثلا سميها اف ال او 2، بحيث ان هي ايه، هي اللي هتبدا دلوقتي تستقبل الار اف 2. تمام كده؟ خلاص تظبطها، ظبطتها مثلا هنا، خلاص يبقى الكواليتي فاكتور بتاعك اتظبط، قللتها، كانت مثلا موجوده عند فريكونسي عالي قوي، ده كان ايه رقم عالي قوي، فانت حوار السوبر هيترو داين ده قلل لك الفريكونسي ديت، فخلاص انت هتقدر ان انت تستلمها دلوقتي. فحط لي فلتر زي ما انت عاوز، تشانل فلتر مفيش اي مشاكل. تمام كده؟ اللي هو الاف الاي اف سيكشن. بعد كده هتبدا بقى ان انت تستلمها سواء بالانفلوب ديتكتور او بالدي ميديوليشن بتاع الاف ام، مفيش اسهل من كده. تمام؟ فالموضوع بسيط جدا يعني. طب فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا بالظبط حته بقى مين، حته الايمج ديت نشرحها. ايه بقى حته الايمج؟ قال لك بص يعني، هو بص انا ايه، انا مش هينفع اقول لك عليها كانها نويز، ومش هينفع ما اقولكش ان هي نويز يعني، عارف؟ يعني انت افهمها كانها نويز، بس ما تقولش ان هي نويز يعني، انت فاهمني؟ يعني بيني وبينك كده كانها نويز، بس هي مش نويز يعني. امال هي ايه يعني؟ يعني قدام هنعرف قدام، بس يعني دلوقتي اعتبرها نويز. ان انت دلوقتي طبعا هو الكلام ده جاي لك، احنا بنشرح ايه، خد بالك ان كل ده بيبقى موجود في دايره الريسيفر. فانت خلاص السيجنال خرجت من ايه، خرجت من التي اكس، السيجنال خرجت من دايره الترانسميتر، خرجت منه اهوت، فهي ماشيه في الجو، خدت مثلا حاجه اسمها ايمج. مين هي الايمج؟ بيني وبينك كانها نويز. تمام؟ فانت دلوقتي في دايره السوبر هيترو داين، ممكن النويز دي تتظبط معاك بسبب الاف ال او، بسبب الكارير تتظبط كده معاك. فانت طبعا ايه اللي هيخرج بقى، اللي هيخرج منها مش هيكون، او اللي هيخرج يعني من الفلتر بتاعك دوت، مش هيكون ايه، مش هيكون المربع بس، امال هيكون مين؟ هيكون المربع اللي هيتشفت عند الاي اف الجديده، وكمان مين؟ وكمان الايمج. فايه اللي هيحصل بقى؟ دلوقتي عندك مربع والايمج الغريب دوت، فانت طبعا ايه اللي هيحصل لو انت عندك الايمج ده دخل معاك في القصه؟ يعني لو انت الايمج دخل معاك في القصه، خليني اعملها لك هنا كده بس بسرعه. بص كده الايمج دوت لو دخل معاك في القصه، خلينا نعمله باللون الاخضر. الايمج ده لو دخل معاك في القصه، هو كان موجود في الاول هنا كده. تمام؟ فهو دلوقتي ايه، لما بعد ما عدى على الكارير دوت، ايه اللي حصل؟ الكارير نقله عند مين؟ عند الاي اف الجديده. فلما نقلناه عند الاي اف الجديده اللي احنا المفروض هنستلم منها، بقى ايه دلوقتي؟ فطبعا هتخش على الباند باس فلتر كده، هياخد الحته اللي في النص، هو مش فارقه معاه مين اللي في النص، هو بيعدي بس اللي فيها وبيموت اي حاجه براها. تمام؟ فمين اللي هيعدي هنا؟ اللي هيعدي هنا المربع دوت مع مين؟ مع الايمج بتاعتك. فطبعا الاثنين دول ماتوا لان هم بره الباند باس فلتر، فمين اللي هيخرج لك في الاخر؟ المربع بتاعك اللي هو المسج معاه مين؟ معاه الايمج ديت. فدي بقت مشكله. فانا علشان اتغلب او ما اخليش الايمج دي تعدي معايا،
بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها الايمج ريجكشن فلتر. تمام. مين هو الايمج ريجكشن فلتر دي؟ هو ده اللي هو بيعمله، ان هو بس في الاول بقى خالص، في الاول قبل ما ابدا ان انا ادخلها على الكارير، بعمل ايه؟ بعمل كده زي فلتر. الفلتر ده يعدي لي المسجات كلها ويموت لي اي ايمج، يموت لو في اي ايمج في اي حته يقوم يموتها، اهي يموتها يموتها يموتها. يبقى لك مين؟ يبقى لك اهو كده، انا خدت كل المسجات اللي معايا على ايه؟ على نظافه. ابدا بقى ادخلها على مين؟ على الكاير بتاعي. الكاير بتاعي ده اعمل له انا تونينج براحتي. انت عاوز تعدي الاولانيه يبقى تظبطه على مين؟ لو انت عاوز تعدي ده هتعديه على ال او 1، عاوز تعدي على ده، عاوز تعدي ديت يبقى تاخد ال او 2، عاوز تعدي على دي يبقى ال او 3. تمام. خلينا نظبطه مثلا عشان ناخد ال او 1. يبقى خلاص انت خلاص موتت لي الايمج، الايمج اهي خلاص ماتت بسبب مين؟ مين اللي هيموتها؟ الايمج ريجكشن فلتر. تمام كده. هتخش على الكارير، الكارير هياخد دوت ينقله ويظبط لي حوار الكواليتي فاكتور. اخش بعد كده على فلتر عادي خالص، الفلتر هيموت بقى المسجتين التانيين. الفلتر دوت اللي هو هنا الفلتر دوت هيموت لي المسجتين التانيين. يتبقى لك مين في الاخر؟ يتبقى لك المربع ده في الاخر. تروح تستلمه بقى على ايه؟ على دي ميديوليتور ايا كان نوعه، انفلوب او ايه، او دي ميديوليتور التاني. بس هو ده حوار السوبر هيترودين. طيب اخر حاجه، اخر عشان نبقى كده خلاص خلصنا الحوار. حوار اللهم صل على سيدنا محمد. فاكر انت، فاكر حوار الكوهيرنت ديتكتور؟ الكوهيرنت ديتكتور كان ايه بقى؟ كان ان انت بيبقى عندك ان انت بتدخل لي كارير ايه، كارير في الناحيه التانيه. تمام. في دايره الريسيفر احنا دلوقتي ريكول الكلام دوت. طب في دايره الترانسميتر كان في عندك كارير. كنت انا قلت لك ايه؟ كنا اتكلمنا عن الفاي، قلت لك عشان او انت لازم تظبط ان الفاي دي تبقى بكام. الفاي دي كمان تبقى توصل للصفر. ليه؟ علشان ما بيبقاش في اي مشاكل، صح كده. واتكلمنا بعد كده عن ايه، حته ان انت عشان تقللها او توصلها للصفر، فبتعمل ده بحاجه اسمها ايه، اللي بتعمل سينكرونايزيشن محترم ما بين دايره التي اكس ودايره الار اكس، بحيث ان ايه ميبقاش فيه فوي. حلو كده. قالك حلو، تعالى بقى ايه نتكلم شويه عن الموضوع دوت، او ازاي بعمل الايه، بعمل بعمل الحوار ازاي يعني لو الفاي طلعت لي ان هو وارد او مش وارد. هو اكيد ان الفاي هتطلع لك. ليه؟ لان انت مهما حاولت يعني دايره التي اكس، عملنا دايره التي اكس هنا وعملنا لها كارير معين صح كده، اللي هو اف سي مثلا، هيجي في دايره الار اكس مهما كنت دقيق لازم 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 ان الكارير بتاعك هيكون فيه اف سي زائد الفاي. ليه؟ مين هي الفاي؟ نسبه ايرور صغيره جدا لازم تبقى موجوده. ليه؟ لان هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، مفيش حاجه موجوده بشكل مثالي. طيب فقال لك الفاي دي حاجه من اتنين هتحصل، يا اما الكارير هيليد السيجنال، يا اما الكارير هيلاج السيجنال. كلمه لاج يتاخر، كلمه ليد يجي بدري. طيب تعال بقى نفهم واحده واحده. اول حاجه لو الكارير بيليد السيجنال، يعني ايه الكارير بيليد؟ يعني الكارير هو اللي بيجي الاول، يعني الكارير هو اللي جه بدري. تمام كده، هو اللي جه قبل السيجنال، هو اللي جه الاول. فبقول لك الكارير لونه احمر، فانت لو جيت بصيت هنا هتلاقي مين؟ هتلاقي اهوت ان ايه، الكارير هو اللي بيوصل الاول. الكارير لونه احمر هو اللي بيوصل الاول، اهو بيقول لك الار اكس اللي هو في الكارير دوت هو اللي جه الاول. تمام. اللي هو مثلا بيمثل لك كانه بالعربيه دي، يعني العربيه دي هي الكارير والعربيه دي هي الايه، هي السيجنال بتاعتك. طب ماشي، انت لو الكارير هو اللي سابق، فده طبعا هيترتب عليه ان وجود ايه، هيترتب عليه وجود وجود فاي، والفاي دي كومنت هتبقى كومنتها بالبوزيتيف. فانت من رايك كده نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هتقول لي بمنتهى البساطه لو العربيه السوداء دي هي اللي سابقه او هي اللي بتليد يعني، فكل اللي ممكن نعمله ان احنا نعمل ايه، ان احنا بس نقلل سرعتها. يعني نقول لها يا عربيه وطي سرعتك شويه، بحيث بمعنى ازاي نوطي سرعتها؟ هنطرح منها قيمه. تمام كده. هنفضل نطرح القيمه دي لحد ايه؟ لحد ما سرعتها تبقى متساويه مع سرعه السيجنال، او سرعتها متساويه مع سرعه السيجنال. خلاص نشيل بقى القيمه اللي احنا كنا بنطرحها وتخليها ايه، تكمل. حلو كده، تخليها تكمل. تمام كده. بس فاول لما يبقى هما الاثنين قد بعض يبقى ايه، خلاص يبقى انت كده وصلت لي الفايل لكام؟ وصلت لي الفايل للصفر. طب ده بنعمله ازاي؟ كل اللي بنعمله ان مثلا لو ده الفريكوانسي بتاع السيجنال بخمسه والكارير بتاعه خمسه، والكارير هو اللي بيليد دلوقتي، فكل اللي هنعمله هنقلل بس منه حته صغيره. خليت الكارير كام؟ 4.8 مثلا، قللته حته صغيره، فضلت اقلل لحد ما لقيتهم هما الاثنين ايه، على بعض، ماشيين على بعض اهوت، ماشيين على بعض. خلاص هما الاثنين بقوا متساويين. يبقى خلاص انت دايما ايه، رجع لي بقى، رجع لي الكارير لاصله، بحيث ان هما خلاص يكملوا مع بعض بعد كده. خلاص كملوا مع بعض بعد كده، خلاص الدنيا اتحلت. فهمتني؟ طيب هنا بيقول لك ايه، بيقول لك خد بالك ان انت دلوقتي لما بتقلل، لم لو الفاي بتاعتك موجبه، خد بالك عشان نحتاج الكلام ده قدام يعني 5 دقايق وهنحتاجه. لو الفاي بتاعتك موجبه يعني ايه، يعني ايه الفاي موجبه؟ يعني الكارير هو اللي بيليد السيجنال، بيليد يعني بيجي بدري، الكارير هو اللي بيليد السيجنال. تمام. فانا بقول لك لو الفاي بتاعتك موجبه، فكون ان انا هقلل في الـ في الـ في الكارير اهو، ما قللت الكارير، الكارير كان 5 بقى كام؟ بقى 4.8. ايه اللي اترتب على دوت؟ ان الفاي قلت، ال 50 دي نزلت لكام؟ نزلت لحد الصفر. يبقى انت دلوقتي في حاله الليد، مين اللي بيليد؟ لو انا قلت لك الكارير بيليد السيجنال، الكارير بيليد السيجنال، كون ان انا هقلل في الكارير ده هيترتب عليه ايه؟ ان الفاي هتقل. حلو كده.
طب تمام، تعالى بقى ناخد الكيس التانية، ان الكارير بيلاج السيجنال. يعني ايه الكارير بيلاج السيجنال؟ يعني الكارير متاخر، يعني السيجنال هي اللي بتليد، يعني السيجنال بتيجي بدري. بص انا عارف ان انت اكيد يعني موضوع اللاج والليد ده بيلخبط الناس كلها، فايه حاول تفهمه واحده واحده يعني. تمام، دلوقتي احنا بنتكلم على ايه؟ الكارير هو اللي بيلاج السيجنال. تمام، يعني ايه الكارير بيلاج السيجنال؟ يعني الكارير جاي متاخر، يعني السيجنال بتليد الكارير، يعني السيجنال كده بتليد الكارير، يعني الكارير كانه ايه؟ الكارير بيلاج السيجنال. تمام كده، تمام. اللاج يعني بيجي متاخر، الليد يعني بيجي بدري. فانا دلوقتي بنقول ايه؟ السيجنال هي اللي بتليد الايه؟ الكارير. فهو السيجنال اللي هي العربيه الصفراء هي جايه بدري، اهي قدامك. طب انت ايه رايك ممكن نعمل ايه؟ هتقول لي حاجه من اتنين، يا اما هقلل سرعه العربيه الصفراء بحيث انها ترجع ونكملهم مع بعض، او ازود مين سرعه العربيه السوداء. قالك في الحقيقه انت ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش ان انت تيجي جنب السيجنال، يعني ما تجيش جنب السيجنال. انت مين اللي ممكن تلعب فيه؟ الكارير هو اللي ممكن تلعب فيه. حلو كده، حلو. فهتيجي تعمل ايه؟ هتقول لي كل اللي احنا هنعمله ان انا هزود الفيلوسيتي ديت بقيمه معينه، تمام، لحد ما هما الاثنين يمشوا مع بعض، بقى كده يكملوا. تمام كده، طب ماشي. يعني ايه بقى؟ يعني ايه السيجنال هي اللي بتليد الكارير، او الكارير بيلاج؟ يعني ايه الكارير بيلاج؟ الكارير بيلاج دي معناها ان الفاي دي قيمتها ايه؟ قيمتها بالنيجاتيف. معناها ان الفاي قيمتها بالنيجاتيف. فانت محتاج مين؟ محتاج تزود، محتاج تزود مين؟ محتاج تزود الكارير. فاحنا ده اللي احنا عملناه، زودنا الكارير اهو، كان 5 زودناه، خلينا مثلا كام؟ 5.1، 5.19. حلو، زودناها حته صغيره. الحته الزياده اللي احنا عملناها دي اترتب عليها ايه؟ اترتب عليها ان الفاي اللي حصل لها، الفاي بتاعتك، الفاي بتاعتك اسمه ايه ده؟ حته ان انت زودت الكارير، بيقول لك انا انكريزنج الكارير، دي هترتب عليها ان الايه؟ الفاي بتاعتك هتقل لحد ايه؟ هتقل لحد الزيرو. تمام كده، طيب تمام، حلو قوي. يبقى انت الكارير اهوت انت زودته، فايه اللي حصل؟ الفاي وصلت للصفر. تمام، قال لك تمام. وكا ايه كرسم، هي الرسم بتاعها ايه؟ مظبوط اهو. تمام، ده كده الايه؟ لو الكارير هو اللي بيلاج، او بيقول لك تحت هنا الكارير لاج، الكارير لاج ايه؟ السيجنال، يعني الكارير بيجي متاخر، يعني بيجي بعد السيجنال. تمام، او السيجنال بتيجي قبله، او هو بيجي بعدها. فاهمني؟ افهمها زي ما تفهمها بقى. طيب ماشي، قال لك ان انت لما زودت هنا الكارير اللي حصل؟ السيتا بتاعتك هتقل، لكن انت هنا لما انت هنا قللت الكارير السيتا برضو هتقل. ليه؟ لان انت في الاول وفي الاخر عاوزها ايه؟ عاوزها توصل للصفر. طيب ماشي، هنا لخص لك الحتتين دول. هنا بقى هيبدا بقى يقول لك ايه؟ تبص على اللوب بتاعتها، او ازاي ده بيحصل. يعني فكك من موضوع العربيات ده، تعالى نفهمه لك، ودي اخر سلايد معانا يعني. بعد كده خلاص كده، بعد كده خلاص. تمام، قال لك ايه اللي بيحصل؟ ركز بقى معايا هنا، عشان برضو الحته دي ايه يعني مش سهله. قال لك دلوقتي ان لو الفاي بتاعتك ايه؟ لو الفاي بتاعتك موجبه، لو الفاي بتاعتك موجبه، ايه اللي هيحصل؟ كون ان انت هتقلل لي في الفريكونسي، هتقلل لي قصدي في الكارير فريكونسي، ده هيترتب عليه ان الفاي هتقل لحد ما توصل للصفر. طب كون ان الفاي بتاعتك سالبه، كون ان الفاي بتاعتك سالبه، كون ان انت هتزود لي في الكارير، ايه اللي هيحصل؟ ده برضه هيقلل الفاي لحد ما توصل للصفر. تمام كده، طيب خلينا نفرض في الاول ان انت عندك حاجه اسمها، بنعمل ده بحاجه اسمها دايره الفولتج كنترول اوسيليتور، اللي هو بنرمزه بالرمز، طبعا ده فريكونسي في الاخر يعني، اللي هو الفي سي او. تمام كده، فقال لك احنا هنفرض في الاول فرضين، ان الفي سي او دي هي في الاف سي، وهنفرض ان انت عندك الفاي بتاعتك بكام؟ بصفر. تمام، وهو ده الاوسيليتور بتاعك، فهندخل له انبوت، الانبوت بكام؟ بصفر. تمام كده، في الحاله الاولانيه ان الفي سي او هو هو مين؟ هو الكارير. ايه اللي هيحصل؟ انت كده كده طبعا هو يعني خلاص ده كده اللي هو احنا مظبطينه من غير شغل ومن غير اي حاجه، ان الانبوت بصفر وايه؟ هما الاثنين قد بعض. هتبدا تدخل لي سيجنال، ايه اللي هيحصل؟ عندك فاي، صح كده؟ الفاي دي هتخش، فلما يدخل لك فاي كده ايه اللي هيحصل؟ اه نسيت اقول لك حاجه، اديني بس ثانيه. بص بص قبل ما نشرح اللي بيحصل، قال لك احنا ظابطين ان دايره الاوسيليتور دول، دايره الاوسيليتور ديت بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها طبعا احنا اتفقنا على الانيشال ان الانبوت بتاعك ان الفي سي او بصفر، والفي الفي سي او هو مين؟ هو الكارير. تمام، ان الانبوت بتاعك هيكون بصفر، وان الاوتبوت بتاعك هو الكارير. ده ايه؟ في الاول خالص، ده اللي هو انيشاليزيشن ليها. طيب خد بالك ان انت كل ظابطينه بقى، ظابطين الدايره دي عاملين لها ديزاين بحيث ان هي كل ما الانبوت بتاعها يزيد الايه؟ الاوت بتاعها هيقل. كل ما الانبوت دوت هيزيد الاوت بتاعها اللي هو الفي سي او، ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. احنا ظبطناها بالموضوع دوت. تمام، نرجع بقى ايه للي احنا كنا بنتكلم عليه. خلاص كده احنا عملنا لها انيشاليزيشن، تعالى نتكلم ايه اللي هيخش اول ما تبدا تشغلها، هتدخل لها ايه؟ السيجنال اللي هنا. فعندك في فرق فيز هنا، فطبعا ايه هو في الاول كان داخل لها ايه؟ صفر. فلما يدخل لها دلوقتي فاي، ايه اللي حصل؟ الاوت بوت دوت زاد، الانبوت قصدي الانبوت دوت زاد. فلما الانبوت يزيد احنا عاملين لها ديزاين بحيث مين؟ لما الانبوت بتاعك يزيد اهو انكريزنج انبوت، الايه؟ الاوت بتاعك هيديكريز، هيقل. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان دلوقتي ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان الفي سي او قلت. فلما الفي سي او قلت ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي كده دلوقتي ان بقى ايه؟ بقى الكارير بتاعك قليل. فلما بقى الكارير قليل هتبدا ايه؟ هتبدا تخش في اللوب تاني. الكارير بتاعك لما بيقل ايه اللي بيحصل؟ اهو لما الكارير فريكونسي، السطر اللي فوق
بيقول لك هنا ايه، بيقول لك اهو هنا الديكريزنج كارير فريكوانسي، لما الفريكوانسي بتاعك في الكارير بيقل، ما ده اللي حصل دلوقتي اهو، الكارير قل. لما احنا لما دخل لك فاي ايه اللي حصل؟ الفي سي او قلت، يبقى الكارير قل. فلما الكارير قل ايه اللي هيحصل؟ الفاي بتاعتك هتقل، فهنا هتلف اللوب بتاعتك، هتلف هنا كده. مين اللي هيخش؟ هيخش لك هنا فاي جديده، الفاي الجديده ديت اقل من الفاي الاولاني، هنا كانت فاي، هنا بقت فاي اقل. فايه اللي هيحصل لما الفاي هتقل؟ هتخش هنا تاني، وهكذا. وهيبدا هيبدا بقى بتاعك مين بقى اللي بيزيد؟ هتلاقي ان الفي سي او بتاعتك بتزيد. ليه الفي سي او زادت؟ لان هي العلاقه ما بينهم عكسيه، هنا لما كانت الفاي بتزيد، لما الانبوت بيزيد الاوتبوت بيقل. طب لو الانبوت بيقل هتلاقي الاوتبوت بيزيد، تمام؟ فانا دلوقتي في اللوب الثانيه دخل لي فاي اقل من اللوب الاولانيه، فطالما كده اللي حصل الانبوت قل، فلما الانبوت هيقل هتلاقي الاوتبوت زاد، فلما الاوتبوت هيزيد هتلاقي الفي سي او زادت. فالفي سي او لما تزيد ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي قامت الفاي قلت. ليه الفاي قلت؟ لان هو ده اللي انت عملته، تمام؟ اهو انت دلوقتي عملت لي انكريز للكارير، الفي سي او لما زادت يعني الكارير زاد، فلما الكارير هيزيد مين اللي هيقل؟ الفاي هتقل، فهتلف في اللوب الثالثه، اللوب الثالثه مالها؟ بقت الفاي اقل بمرتين، الفاي اقل بمرتين، فهتخش الانبوت قل، يبقى مين هيحصل؟ الاوتبوت هيزيد، يعني الفي سي او هتزيد، فاهم؟ وهتخش الفي سي او زادت، الفي سي او زادت، يبقى مين اللي هيقل؟ يبقى الفاي هتقل، هتلف لفه ثالثه، هيجي لك هنا فاي اقل 3 مرات، فاهمني؟ وهتفضل فلما الفاي هتقل 3 مرات الفي سي او هتزيد 3 مرات، فاهم؟ وهتفضل بتلف في اللوب دي لحد ما ايه اللي يحصل؟ لحد ما الفاي هتوصل للصفر، ولحد ما الفي سي او هتفضل تزيد لحد ما توصل ليه؟ لحد ما توصل للكارير. اول ما تعمل كده يبقى انت حضرتك ايه وعملت لي بس، يبقى انت كده خلاص كده انت وصلت اللي انت عاوزه، الفاي اللي كانت موجوده ديت خلاص انت لغيتها من الحياه يعني، فاهمني؟ بس هو ده اللوب بتاعتها بتبقى ايه ماشيه بالسيكونس دوت يعني. بس هو مفيش حاجه تاني، الحمد لله كده ايه كده يعني بفضل ربنا يعني كده احنا خلاص خلصنا. مفيش حاجه، كل سنه. طيب كده احنا الانالوج خلص زي ما بقول لك كده، فاضل لك معايا ايه؟ كده كده ده كده الانالوج كده الحمد لله يعني خلصناه. فاضل لك معايا في شيت رقم شيت رقم كام؟ شيت رقم 4 اللي هو عباره عن 3 مسائل اوكتيف، هنحلهم ان شاء الله على الماتلاب برضو، ونبقى احنا كده ايه يعني عملنا كل اللي نقدر عليه يعني. بس 46 دقيقة كده كويس اوي، شكرا.